تقلدت مصر رئاسة مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي خلال شهر يناير الجاري، وذلك في إطار العضوية المصرية بالمجلس التي بدأت منذ شهر أبريل 2016 ولمدة 3 سنوات. وأوضح مندوب مصر في الاتحاد الأفريقي أبو بكر حفني حرص مصر على التركيز في قضية منع النزاعات تحت إطار جهود حفظ السلم والأمن على مستوى القارة، فضلا عن التنسيق بين الجهود الأممية والإفريقية فيما يتعلق بالدبلوماسية الوقائية.